الحاجزة النورية الآن. ما شاء الله تبارك. الجموم الآن بداية الأمطار، رشوش خفيفة حلوة لطيفة. مساكم الله بالخير. ياسر الصعد يحييكم من محافظة الجموم. وهذه الأمطار زي ما تشوفونها ما شاء الله تبارك الرحمن. الساعة 3:15 الآن، وهذه جمومنا تقع تحت زخات المطر. يا رب لك الحمد، الخيرات منك ولا أشوفه ما شاء الله كريم. يا رب لك الحمد، اللهم صل على محمد. بعد جامعة أم القرى الدنيا شعللت والأجواء زي ما تشوف ما شاء الله ما شاء الله الكريم. بعد جامعة أم القرى مباشرة وأنت متجه إلى الهدف. اللهم صل على محمد. من شرق مكة المكرمة الآن تحديدا بعد جامعة أم القرى مباشرة اتجاه طريق الهدى. شرق مكة الآن. اللهم صل على